انا اول حاجه عايز اقولها طبعا ان انا الاكسبيرينس بتاعت المسرحيه دي حاجه عمرها ما هتتنسي، ان انا طول عمري كنت بشوف شريهان في الفوازير في المسرحيات، عمري ما كنت اتخيل ان احنا نشتغل مع بعض، وعمري ما كنت اتخيل ان احنا نقدر نعمل عمل جامد وقوي زي ده. النجمه شريهان تعود مجددا للاضواء في اجدد اعمالها المسرحيه كوكو شانيل. شريهان هي مسؤوليه كبيره. This project was huge. It was very difficult. كانت صعب. المسؤولية كانت كبيرة 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 من تفاصيل، من شان هذا أول مرة إحنا نعمل حاجة كده. هو خليط ما بين المسرح اللي بيدرك من المشاهد والسينما، الكاميرا اللي طلعت على خشبة المسرح وبدأت تدرك السينز من على خشبة المسرح. قرب معايا شابو. مش هتاخد شابو. انت غريبة بس فيكي حاجة. اسمك ايه؟ كوكو. اولا انا احب اشكر هادي باجوري اصلا انه اختار ان انا ابقى جزء من مسرحية كوكو شانيل دي. عمل بهذا الحجم ميوزيكال على مستوى المونتاج ما كانش سهل ابدا، تجربة اتعلمت فيها كتير، فيها تشالنجز كتير، يعني انا انبسطت جدا جدا وتعلمت كتير في التجربه دي. ده على المستوى العملي حدث مهم، ما كناش بس احنا اللي مستنيينه، العالم العربي كله اللي كان مستنيين، فانك تبقى جزء ولو بسيط في العمل اللي هي راجعه بيه ده حاجه كبيره قوي، وانا بعتبر نفسي محظوظه جدا ان انا ابقى جزء منه. العمل نفسه مختلف، كرييتيف، ارتستيك، ما تعملش زيه في الوطن العربي، وفخوره ان انا جزء من عمل شاق وعمل صعب. طبعا اختيار انهي شخصيه بلعبها شريهان كانت مشكله بالنسبه لي انا والاستاذ جمال عدلي، لغايه ما توصلنا ان احنا لازم نلاقي شخصيه ايقونه في التاريخ زي شخصيه شريهان بالظبط. كوكو شانيل. انا اللي بعمل التصميمات. ده انت مجنونه خالص. كل العباقره مجانين. انك تشارك في اول موديل انتاجي ضخم لمسرح ميوزيكال يتم في مصر وفي الوطن العربي حلم كبير، ما كانش يقدر يساعدنا عليها لإنجاز هذا الحلم غير كيان كبير زي العدل جروب أستاذ جمال العدل، وإن يقدر يساعدنا إن إحنا نحلم وإن إحنا نصدق حلمنا. أنا مش بعمل شامبوهات بس، هنبيع ونكسب، يبقى الأهم في عالم الموضة والتصميمات. شريهان، أنا مش عارفة أقول لكم إيه، بس يعني فنانة بمعنى الكلمة، هي فنانة في كل حاجة، هي فاهمة كويس قوي في كل حاجة في المسرحية. شريهان is a performer وactors وتالنت وموهبة وليجند صراحة، يعني شغل معاها كان حاجة جميلة جدا، واتبسطت إن هي سابت لي نفسها، واتبسطت إن هي يعني ما كنتش متوقع أبدا إن هي تكون بالتعاون ده والإخلاص الجبار اللي أنا شفته منها. ما بشتش تقول عالشابو، معايا الشابو، قرب جرب عالشابو، قرب جرب. ايه راكبه ميكروباص؟ مبسوطه ان انا تعاملت مع النجمه، وزي ما بقول انها فعلا اسطوره، بتهتم بكل التفاصيل، مهتمه بينا، مهتمه بشكلنا بشغلنا، وعايزانا دايما نبقى احسن وفي احسن صوره وفي احسن شكل. احيانا كان بيبقى عندي رهبه من الوقفه على المسرح، فصوتي كان يقفل مني، كانت هي بتشجعني وتزقني دايما ابقى احسن حاجه اقدر اعملها. بنعمل مسرحيه عن اسطوره في عالم الموضه، واسطوره واحده عملت ثوره في عالم الموضه، كوكو شانيل بتجسدها اسطوره زي شريهان، فدي حاجة كبيرة قوي قوي قوي. مجرد ان شريهان تطلع على المسرح كأنما تحولت الى شخصية اخرى تماما، والحاجة الغريبة ان انا شريهان كانت بتسافر على طول، فكل ما تسافر باريس تكلمني وتصورني لانها بتنزل وتقيم في الجناح بتاع كوكو شانيل فندق الريتز. انا لما حبيت الانسان من غير جنسية، من غير حدود، هيسيبك هيسيبك، هيبيعك بأرخص ثمن، هيبيعك. المهمة اللي كانت مطلوبة مني هي إعداد وتجهيز صوت شريهان قبل البدء في بروفات المسرحية الغنائية الاستعراضية كوكو شانيل. فكان في تحدي قدامنا علشان الصوت يبقى قادر ويخرج بشكل صحي ومتمكن،
مش بس في الغناء وايضا في الكلام، لانه في نفس درجه الاهميه، لاننا طبعا بنتكلم على ميوزيكال، تمثيل وحركه ودايالوج واستعراضات جماعيه وطبعا غنى. انا عن نفسي شخصيا اتبسطت جدا بالاكسبيرينس دي، وانا عارف ان هي مش بتتكرر بسهوله، وان شاء الله تتبسطوا بالمسرحيه كلكم وتبقوا proud ان احنا عملنا حاجه بالكواليتي دي وبالستاندرد دي على المسرح. ان شاء الله انتوا بتحبوها، ان شاء الله كل الناس بيحبوها وبيحسوها، ده راح يكون اشي جديد. تجربة مختلفة، فخور بيها جدا، وطبعا هي خطوة في مجال تطور فن المسرح اللي هو بقالنا فترة نفسنا ان هو يقوم ويشد حيله شوية. اهم حاجة بالنسبة لي ان انا حقيقي اتعلمت كتير قوي 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 في المسرحية دي، ويا رب بقى كنت قد الناس كلها الكبيرة اللي كانت في المسرحية. متأكد ان الناس ان شاء الله هتستقبل العمل الراقي والفن الجميل ده فعلا فعلا في وقت صعب شوية، بس اكيد الناس هتحبه. كل ده في الاخر اسمه شريهان واسمه مسرحية كوكو شانيل. يا رب تعجبكم ونبقى على قد مستوى الانتظار اللي انتم مستنيينه من شريهان وكوكو شانيل العدل جروب طبعا MBC. انا محدش له في اي حاجة، انا محدش عملني، انا حرة من تحت ركاب.